حسين عبد الله رئيس الجمعية الأمريكية لأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. طبعا هذا الأسبوع كان أسبوع مليء بالنشاطات هنا في جنيف، فكان معنا فريق من واشنطن وفريق من لندن من الأخوة الحقوقيين والناشطين، فعملنا أكثر من تقريبا أكثر من 40 لقاء، أو يعني ممكن أكثر من 45 لقاء مع الدول، مع السفارات، مع المنظمات الحقوقية، مع المقررين الخاصين أو مع موظفين المقررين الخاصين، أيضا مع بعض المسؤولين في الأمم المتحدة، حيث شرحنا في كل هذه اللقاءات بأن حكومة البحرين تتهرب من توصيات من تنفيذ واجباتها الدولية خصوصا تجاه شعب البحرين من ناحية الحقوقية. فمثلا توصيات بسيوني ما لم تنفذ لحد الآن، توصيات جنيف خصوصا الدورة الشاملة اللي هي أكثر من 150 توصية، لم تقم حكومة البحرين لحد الآن بأخذ أي خطوات جدية لتنفيذها. وقد أعددنا هذا التقرير الذي أعطيناه يعني جميع سواء الدول أو المنظمات التي قابلناها، واللي يبين بأن حكومة البحرين تتهرب من تنفيذ توصيات جنيف. أيضا هالأسبوع كانت لدينا فعاليتين حقوقيتين في المجلس. حضر الفعالية الأخوة من مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أيضا مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية. أيضا دعمت هذه الفعالية من قبل منظمات حقوقية دولية. بجانب الفعاليتين كانت لنا كلمة في مجلس حقوق الإنسان اليوم، تكلمنا فيها عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين مثال أستاذ حسن المشيمي، أستاذ عبد الوهاب حسين، دكتور عبد الجليل السنقيس، عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب. أيضا ذكرنا الأخوة الاثنين المحكومين بالإعدام، وطلبنا المركز بأن يتم هناك ضغط دولي على حكومة البحرين حتى تستجيب لمطالب شعب البحرين. سيستمر نشاطنا في جنيف إلى نهاية شهر 3. أعتقد بأن قضية الشعب البحريني وصلت إلى كثير من الجهات الدبلوماسية، والحمد لله أعتقد إحنا والإخوان اللي جايين من البحرين هناك تعاون كبير، هناك تنسيق كبير، وقاعدين نقوم بعمل يخدم أهلنا وإخواننا في البحرين. شكراً.